شوف كده، ايوه فاكرة كده تمام. المحاضرة بتتسجل؟ ايوه كده بتسجل. طيب تمام، هنبتدي النهاردة هنتكلم عن إن شاء الله الـ Appliances. إحنا أخدنا قبل كده توزيع الـ Appliances، قسمناها لـ Removable و Fixed و Fixed Removable Appliances، تمام؟ وقلنا إن كل واحدة منهم الـ Removable ليها برضه Classification والـ Fixed ليها Classification، وقلنا من ضمن الـ Classification بتاعت الـ Removable والـ Fixed إن في نوع اسمه Functional، وقلت لكم هكلمكم عنه المحاضرة اللي جاية. يعني إيه Functional Appliance؟ Functional Appliance by definition it is the appliance which use the natural forces of the orofacial musculature that are transmitted to the teeth and alveolar bone in a predetermined direction. يعني إيه الكلام ده؟ Functional Appliance ده هو الأبلاينس اللي بيستخدم الـ natural forces، الفورسز الطبيعية اللي عندنا اللي بتيجي منين؟ من الـ orofacial musculature، وبتاخدها توجهها إلى للأسنان للتيس وللبون في اتجاه معين، علشان هناخد منها ايه بقى؟ علشان نغير the alter the posture of the mandible causing stretching of the facial soft tissue to produce combination of dental and skeletal changes. احنا الغرض من استخدام الفانكشن ابلاينس احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين يبقى عندنا combination of dental and skeletal changes. فهو بيعمل لنا تغيير alter في البوستشر في وضع المندبل، فبيعمل stretching للفيشال سوفت تيشو to produce combination of dental and skeletal changes، وهنشوف بعد كده ده بيحصل ازاي. They work well in the mixed dentition stage and during the active growth period. يبقى انا عشان استخدم functional appliance مش في اي age، لا ده لازم يكون في mixed dentition stage ويكون البيشنت في مرحله في growth في active growth period علشان يجيب النتيجه اللي احنا عايزينها. How they act? Functional appliances act by using، احنا قلنا قبل كده عباره عن الابلاينس اللي بيستخدم الناتشورال فورسز، act by using ايه؟ forces of the muscles of mastication or forces of the orofacial muscles include tooth movement and bone growth by relieving adverse muscle forces on the dentition. الفانكشن ابلاينس بيشتغل بطريقتين، يا اما بيعمل force application يا اما بيعمل force elimination. يعني ساعات هو بيحفز الجروس عن طريق ان هو يعمل فورس اليمينيشن. يعني مثلا لو في فورسز عامله مأثره مثلا على المندبل مخليه ما يحصلوش جروس، لا احنا بنشيل الايه الفورسز دي بتاعت الاوروفيشال ماسكريتشر وندي فرصه ليحصل مثلا جروس للماكزيلا او للمندبل. فهو الفانكشن ابلاينس ده بيشتغل يا اما بفورس ابلكيشن يا اما بفورس ايه اليمينيشن. انكلود تشينجز ان ذا بيزال بارت اوف ذا جو by modifying mandibular or maxillary growth. هو مش بيشتغل على فكره على المندبل بس، هو ممكن يشتغل على المندبل او على الايه؟ الماكزيلا. بيعمل حاجه اسمها ايه؟ growth modification. يعني انا بعمل تغيير في الجروث. بعمل تغيير في الجروث، عشان كده قلت لكم هو لازم يستخدم في فتره الجروث بيريد بتاع البيشن في الميكسد دنتيشن، لان هو مش بيعمل على بيعمل تشينج في البيزل بارت اوف ذا جو، بيشتغل على البون، فبيعمل modifying للمانديبولر والماكزيلاري ايه؟ growth. ناخد بقى من كده معلومه تحت تقول لك ان الفانكشنال ابلاينسز ار يوزد فور growth modification procedures that are aimed at the intercepting and treating jaw discrepancies. يبقى احنا بنستخدمه في حالات ايه؟ لما يكون عندي jaw discrepancy، عندي maxillary deficiency او mandibular deficiency، يبقى ده عندي كده ايه؟ jaw discrepancy. ففي الحاله دي بستخدم الفانكشنال ابلاينسز في growth period عشان اعمل حاجه اسمها growth modification. Functional appliances can bring about the following changes. يبقى معنى كده هم ممكن يعملوا لنا ايه؟ ممكن يعملوا لنا increase or decrease في الجو سايز. بيعملوا change في الريليشن شيب اوف ذا جوز. يعني لو صلحت مثلا اللي عملت جروس للمندبل او المجزلة، مش انا كده هبقى عملت change في الريليشن شيب بين المجزلة او المندبل؟ بعمل change في الدايركشن اوف جروس اوف ذا جو. وهوريكم بعد كده في appliance ممكن بيغير لي الدايركشن بتاع الجروس. يعني لو الدايركشن بتاع الجروس بتاعي بتاع الجو unfavorable، لا احنا بنعمل له redirection للايه؟ للفيفربل دايركشن اوف جروث. وبعض الاحيان برضه هو بيستخدم بيعمل اكسلريشن للديزيربل جروث. دي طرق العمل بتاعت الفانكشنال ايه؟ ابلاينس. طيب وات از ذا كلاسيفيكيشن اوف فانكشنال ابلاينس؟ ممكن الفانكشنال ابلاينس ده يكون ريموفبل، ممكن يكون فيكسد. ريموفبل فانكشنال ابلاينسز بيتقسموا لنوعين، تيشو بورن and tooth borne. يعني ايه tissue borne او tooth borne؟ يا اما هو supported and carried out by tooth، يا اما supported and carried out by tissue. وبندي عليها ايه examples؟ examples للtooth borne functional appliances زي appliance اسمه activator،
ابلاينس اسمه باي بلين، ابلاينس اسمه توين بلوك. دول هنتكلم عنهم، نديك فكره عنهم ان ديتيلز دلوقتي. او تيشو بورن زي فرانكل ابلاينس وفيستيبولار سكرين، فرانكل ابلاينس وفيستيبولار سكرين دول كلهم ريموفبل. طيب هل في فانكشنال ابلاينس فيكسد؟ او في فيكسد فانكشنال ابلاينس، اكزامبل هيربست ابلاينس. في امثله كتير طبعا، بس احنا هنديكم مثال واحد منهم اللي هو الايه، الهيربست ابلاينس. طيب ازاي انا اعمل كونستراكشن لفانكشنال ابلاينس؟ ازاي اصلا اعمل كونستراكشن لفانكشنال ابلاينس؟ اول حاجه خطوه بعملها، بعمل حاجه اسمها كونستراكشن بايت. يعني مثلا دي حاله عندنا، لو بصينا في اول صوره عندنا دي حاله عندها ايه، مانديبولر ديفيشنسي. طيب الموديفيكيشن ده في مرحله الجروث، وانا عايز اعمل جروث موديفيكيشن للايه، للماندبل. عايز اعمل ادفانسمنت للايه، للماندبل. طيب بجيب حاجه اسمها كونستراكشن بايت، دي بتتعمل ازاي؟ باخد انتر ماكسيلري واكس ريبورت يوزد تو ريليت ذا ماندبل تو ذا ماكسيلا ان ذا 3 دايمنشن اوف سبيس. زي شايفين كده في شيت واكس، وانا خليت البيشنت يعمل بايت في الايه، في الفيفربل ايه بوزيشن، او بعمل ايه ادفانسمنت للماندبل واخليه ياخد بايت على الوضع اللي انا عايزاه، وناخد البايت ديت كونستراكشن على الايه، على الواكس. It is used to reposition. بعمل repositioning للماندبل in order to improve the skeletal interjaw relation. انا عندي دلوقتي ما بين المجزلة والماندبل الريليشن improper، زي ما انتم شايفين كده في اول صوره الماندبل deficient او ريترودد. طب انا عايز اعمل له ريبوزيشننج، باخد بقى بعمل كونستراكشن بايت وخلي البيشنت يعمل بايت في الفيفربل ايه بوزيشن. بايت ريجستريشن انفولفز ريبوزيشننج ذا ماندبل ان ا فورورد دايركشن از ويل از اوبننج ذا بايت انتيريور. لازم طبعا بفتح البايت شويه عشان الماندبل يقدر ايه يتحرك فورورد. طيب احنا قلنا ان في كلاسيفيكيشن، قلنا في منهم ريموفبل وفي منهم ايه فيكسد. وقلنا ان الريموفبل نفسهم بيتقسموا لتوث بورن وتيشو بورن. طيب التوث بورن ريموفبل فانكشنال ابلاينس زي ايه؟ زي مثلا الاكتيفيتور. الاكتيفيتور ده على فكره ليه ثلاث اسماء، اسمه اكتيفيتور او مونو بلوك او اندرسون. اندرسون ده اللي هو الايه، مخترع بتاع الاكتيفيتور. طب مونو بلوك ليه؟ عشان زي ما انتم شايفين هو كده قطعه واحده على بعضها. طيب اكتيفيتور ديسكرايب ذا اكتيفيشن of mandibular growth. يبقى اسم كلمه اكتيفيتور لان هي جايه من معنى ايه؟ ان انا بعمل اكتيفيشن للمانديبولار جروث، بحفز الجروث بتاع المانديبول. And correction of a class 2 mal occlusion characterized by mandibular deficiency. يبقى انت بقى لما تتسال يقول لك ايه هو الابلاينس اللي ممكن يستخدم في حاله class 2 mal occlusion with mandibular deficiency؟ مع العلم ان البيشن ده في مرحله جروث، يبقى انا ممكن استخدم removable functional appliance زي الاكتيفيتور. طيب these appliances position the mandible forward and promote a new mandibular postural position. يبقى هو بيساعد المانديبول ان هو يكون محطوط في البوزيشن الصح، بيكون فورورد and a new mandibular postural position. طيب الاكتيفيتور ده بيتلبس قد ايه؟ يعني بيتلبس ايه؟ 12 14 ساعه في اليوم. طبعا هو ما يقدرش يلبسه طول اليوم لان هو صعب ان هو ياكل بيه، لان هو مونو بلوك. على عكس بقى في جهاز تاني اسمه توين بلوك. كلمه توين جايه من توينز او اتنين. شايفين كده في الصوره الجهاز معمول شبه الاكتيفيتور بس مقسوم نصين، في جزء بيتركب في المجزله وجزء بيتركب في الايه، في المندبل. ففي الحاله ديت البيشنت يقدر يلبسه فول تايم، ودي ميزه التوين بلوك عن الايه، عن الاكتيفيتور. It is a two-piece appliance composed of upper and lower bite blocks with inclined blade. A removable tooth borne functional appliance worn full time. قلنا بيتلبس full time لأن هو سهل للبيشن يفتح بقه ويتكلم. It helps in the advancement of the mandible. برضه بيشتغل بنفس طريقة الاكتيفيتور، بنعمل advancement للمندبل وبرضه بيتاخد الكونستراكشن بتاع البايت واحد، نفس الطريقة برضه. علاج التريتمنت تيكس من 12 تو 18 مانس. لو البيشنت ده في مرحله الجروث ممكن في خلال سنه او سنه ونص ان البيشنت ده اعمل له مانديبولار ايه ادفانسمنت. في كمان حاجات من مميزات في التوين بلوك احنا ممكن نضيفها على الابلاينس. احنا ممكن نركب لو البيشنت ده عنده المجزله فيها كونستريكشن، انا ممكن اركب في الجزء اللي هو بتاع المجزله اركب اكسبانشن سكرو تو وايدن ذا ارش.
اجي في البلد كده الجزء الاكريل اللي في البلد اركب فيه اكسبانشن سكرو عشان اثناء ما انا بعمل مانديبولار ادفانسمنت في نفس الوقت اعالج الكونستكشن اللي في الايه؟ في المجزله. يبقى احنا كده عرفنا ان الاكسبانشن سكرو ممكن يتضاف على توين بلوك عشان يعمل اكسبانشن للايه؟ للمجزله. طيب حاجه ثانيه ممكن تتضاف؟ اه ممكن نعمل حاجه اورثوبيديك تراكشن هيد جير كان also be added in case of skeletal discrepancies. هنتكلم بعد شويه عن حاجه اسمها الهيد جير وكنت جهاز يعني اسمه هيد جير وكنت اديتكم نبذه عنه في المحاضره اللي فاتت. ده برده ممكن ايه ده الهيد جير ده اكسترا اورال ابلاينس وليه تاثير اورثوبيدنج يعني بيأثر على الايه البون. ممكن برده بنركب حاجه جزء داخلي في الابلاينس ده بحيث ان هو يقدر يستقبل الايه الهيد جير. طيب احنا ايه المثال الثالث عندنا للريموفبل توث بورن فانكشنال ابلاينس هو البايت بليت. البايت بليت ايه هو البايت بليت؟ ده ريموفبل اورثودونتيك ابلاينس ديزاين تو تمبرلي ديس انجيج ذا تيس اند اور بريفنت سيلكتد تيس فروم اوكلودنج. يعني ده ريموفبل ابلاينس بيستخدم وقت مؤقت. بيعمل ايه في الوقت المؤقت ده؟ مؤقتا بيعمل ديس انجيج تيس يعني بيمنع الايه؟ الانتركاسبيشن او بيمنع الاوكلوجن في اماكن محدده. بريفنت سيلكتد تيس تيس معينه بيمنعها ان هي يحصل لها ايه؟ اوكلوجن. طيب ايه انواع المايت بايت بلين؟ في عندنا نوعين في بوستيريور بايت بليت وفي انتيريور بايت بليت. الصوره الاولانيه اللي انتم شايفينها ديت ده البوستيريور بايت بليت لو تلاحظوا ان الاكريل طالع مغطي البوستيريور تيس بمعنى كده ان هو يمنع ان البوستيريور تيس يحصل لها اوكلوجن. Commonly is used to disocclude the anterior teeth. تمام؟ And thus facilitate correction of anterior cross bite. نفترض ان انا عندي حاله فيها upper central في وضع ايه؟ cross bite. يبقى انا كده عندي anterior cross bite. وانا عايز اصلح الايه؟ cross bite ده. احنا قلنا في طرق كتيره ان انا اصلح الانتيريور cross bite. منهم حاجه انتوا اخدتوها في السكاشن اللي هو البلاتال ايه؟ سبرينج. طب البلاتال سبرينج ده بيستخدم في ايه؟ بيعالج لي الايه؟ الانتيريور كروس بايت. طيب انا هقدر اعمل انتيريور كروس بايت ويبقى في لوك كده للور انسايزور مع الابر انسايزور هقدر مهما انا اعمل فورس بالباتل سبرينج او بسكرو او باي طريقه هستخدمها هل الكروس بايت ده هيتصلح؟ لا طبعا انا لازم اعمل ديس اوكلوجن للانتيريور تيز لازم افتحهم عن بعض هقعد ازق وهي سنان اصلا ما في حائط صد تحت باللور انتيريور تيز ما ينفعش لازم اعمل ديس اوكلوجن للايه للبايت. هعمل ديس اوكلوجن للبايت ازاي؟ بالبوستيريور بايت بليت. طيب الـ anterior bite blade can be used to increase the lower anterior face height to facilitate tooth movement and to correct deep bite by extrusion of posterior teeth. هنا بقى دي اسمها anterior bite blade من اسمها كده ان الاكريل محطوط على الـ anterior teeth عند السنجلم. طب ده هيعمل ايه؟ كده هو عامل لي سايب لي البوستيريور تيس كان موف عادي جدا فاسيليتيت توس موفمنت البوستيريور تيس. ففي الحاله دي هيحصل ايه؟ هيحصل لي اكستروجن للبوستيريور تيس. هو كده منعني الانتيريور تيس من ان هي تتحرك لكن هو سامح لي بالحركه بتاعت الايه؟ بوستيريور تيس. طب انا لو البوستيريور تيس ديت انا بعدهم عن بعض شويه ايه اللي بيحصل؟ مش طبيعي ان هيحصل لهم ايربشن. مش انتوا اخدتوا في البروسيس لما يكون في اوبوزنج توس معمول لها اكستراكشن natural او physiological بيحصل physiological tooth movement وبيحصل eruption للتوث دي وبيحصل لها ايه over eruption. تمام نفس الكلام عندي انا هنا لو عملت dis occlusion للposterior teeth منعتهم ان هم يحصل لهم occlusion ورفعهم بانتيريور بايت بريك ايه اللي هيحصل؟ هيحصل لهم extrusion. البوستيريور teeth هيحصل لها ايه؟ extrusion. انتوا خدتوا قبل كده يعني ايه intrusion يعني extrusion. extrusion هيحصل لها ايه؟ تخرج go out from the socket. تمام في الحاله دي طب انا لو عملت ايه؟ اكستروجن البوستيريور تيز ده هيساعد في ايه؟ ده هي اولا هيزود لي الايه؟ الفيشيال هايت. ثاني حاجه هيعمل لي كوريكشن للديب بايت. طيب يبقى احنا كده اهوت لازم نبقى عارفين لو انا عندي حاله فيها ديب بايت انا عندي حاله فيها ديب بايت وفي مرحله الجروس ايه الابلاينس اللي ممكن استخدمه اصلح بيه ويكون ريموفبل اصلح بيه الديب بايت في مرحله الجروس؟ هو الانتيريور بايت بليت. مجرد ان انا ركبت انتيريور بايت بليت للبيشنت يبقى انا كده عملت ديس اوكلوجن للبوستيريور تيس فهيحصل لهم اكستروجن فبالتالي هو هيزود لي الايه الفيشال هايت وهيعالج لي الايه الديب بايت. وعلى العكس الايه الاوبن بايت عشان اعالج الاوبن بايت
لا استخدم posterior بايت بليت. لو انا عندي حاله anterior بايت وعندي البيشنت في مرحله جروس، لا انا ممكن استخدم posterior بايت بليت، فده انا كده اهوت هعمل ديز اوكلوجن للانتيريور تيس، فيحصل لها ايه اكستروجن ونعالج الايه البايت. يبقى الانتيريور البوستيرور بايت بليت دي ممكن تستخدم في الانتيريور كروس بايت، وممكن في حالات الايه الاوبن بايت، اما الانتيريور بايت بليت تستخدم في حالات الديب بايت. طيب احنا كده قلنا الريموفبل ابلاينس اللي هي توث بون اللي هي ايه بتبقى ايه سبورتد باي تيس. طب ايه هي الريموفبل ابلاينسز الريموفبل فانكشنال ابلاينسز ذات از تيشو بون سبورتد باي تيشو؟ اكزامبل شهير ليها هو الفرانكل ابلاينس، اسمه فرانكل ابلاينس. تاخدوا بالكم يا جماعه من اسم كل ابلاينس وصورته، لازم تبقوا عارفين كل ابلاينس ده هيبقى عندكم هيخش لكم في سبوتنج، وهو ده اللي هيبقى عليه امتحان الفاينل براكتيكال. والصور دي هتاخدوها من المحاضره ومن الكتاب ومن البرزنتيشن اللي هنرفعها لكم للسبوتنج، وده اللي هيكون عليه امتحان الفاينل براكتيكال، وهيكون امتحان اوسكي في المدرج مع يوم امتحان الريتن ان شاء الله. فكل صوره عندكم لازم تهتموا بيها قوي وتبقوا عارفين اسم الابلاينس بتاعها وايه الاستخدام بتاعه. فرانك الابلاينس consist of acrylic buccal vestibular shields and lip pads. شايفين الجزء اللي محطوط كده anteriorly بينك اكريل ده، ده اسمه ليب بادز. اما اللي محطوط على بقلي ده اسمه بقل شيلز او بقل بادز. connected by wire to restrain and retrain apparent musculature، يا اما هو بيمنع او بيعيد تدريب المسلز، and to prevent the effect of restricting muscle forces on the dentition. مش انا قلت لكم ان الفانكشنال ابلاينس يا اما بتستخدم عن طريق فورس ابلكيشن، يا اما هي نفسها تعمل فورس، يا اما بتعمل فورس اليمينيشن. شويه الفرانك الابلاينس في اجزاء منه بتعتمد على الايه الفورس اليمينيشن، زي ايه مثلا؟ بيقول لك ذا اكستنشن اوف ذا بقل شيلز، البقل شيلز اللي انت شايفينها الاكريل دي، انتو ذا فول ديبس اوف ذا فيستيبيول از سبوزد تو ستيمولييت ذا بريوستيم ان اوردر تو اتشيف اسكيليتال اكسبانشن اوف ذا ايبيكال بيزز. يعني لو انا عندي البيشنت ده مثلا عنده ماكسيلاري كونستريكشن، الماكسيلا كونستريكتد وعايز اعمل لها اكسبانشن، طب ممكن هي تكون كونستريكتد مثلا من الايه الفورسز مثلا بتاعه التشيك والباكسنيتور المسل نوت امبالانس مثلا ويز ايه انترا اورال فورس مثلا مع الطن. ففي الحاله ديت الاكسترا فورسز ديت تعمل لي كونستريكشن مثلا في المجزيلا. طب انا اعمل ايه؟ بمعنى كده ان انا لما ابعد التشيك وابعد الباكسنيتور المسلز عن المجزيلا وعن البون بتاع المجزيلا، يبقى انا كده هساعد ان المجزيلا يحصل لها ايه اكسبانشن. يبقى هو كده اشتغل عن طريق الايه فورس اليمينيشن. Lingual shields are also included to accomplish a gradual and stepwise advancement of the mandible. هي مش باينه عندكم هنا في الصوره، بس في حاجه lingual shields ديت اللي بتوجه ايه او بتعمل ريبوزيشننج anterior او forward ريبوزيشننج للايه للمندبل في حالات الادفانسمنت اوف مندبل. طيب الفرانكل ابلاينس ده يا جماعه في منه نوعين، زي ما انتم شايفين كده هو في نوعين في الصور، في فرانكل 2 وفرانكل 3. اللي في الصوره الاولانيه فوق ده اسمه فرانكل 2، من اسمه كده 2 was designed for treatment of class 2 mal occlusion، بيستخدم في حالات الكلاس 2 mal occlusion. حالات كلاس 2 mal occlusion ما يكون فيه mandibular deficiency. طيب الصورة اللي بعدها ده فرانكل 3 was designed for patient with class 3. أنهي حالات في class 3؟ حالات class 3 اللي بيكون فيها maxillary deficiency. maxillary deficiency أنا عايزاكم تعرفوها إزاي؟ عندكم الليب باتس سواء هي محطوطة على المندبل أو محطوطة على المجزلة، هي بتتحط فين؟ بتتحط في المكان اللي أنا عايزة أعمل فيه force elimination، عايزة أمنع الفورسز بتاعت الليبس إن هي تعمل بريشر على المجزلة او على المندبل. وبالحاله دي ولما بشد البريوستيوم في المكان ده، ده بيعمل لي ايه؟ بيحفز البون ديبوزيشن، بيحفز الايه؟ البون ديبوزيشن. فلو انا عندي حاله كلاس سكيلتال كلاس 2 ديفيشنس مندبل، يبقى انا عايزه احفز الايه؟ البون ابوزيشن في المندبل. طب اعمل ايه؟
يبقى معنى كده احط الليبات دي، لان هي ما بتبقاش على فكره زي ما انتم شايفين كده هي لازقه على الماندبل، لا ده هي بتبقى بتبعد الماندبل او بتبعد المجزله عن الفورسز، ما بتبقاش لازقه عليها. فلما بتبعد بتعمل ستريتشنج للايه للبري اوستيا، وبتعمل ايه بتحفز تكوين الايه ديبوزيشن اوف بون. طيب اللي تحت اللي هو كلاس 3 العكس، هتلاقوا الليبات محطوطه على المجزله ليه؟ عشان انا عايزه احفز انا عندي في المجزله هي اللي فيها ديفيشنسي. طيب انا هنا اهوت الليبات ديت مش ما بتبقاش ملامسه زي تاني، باكد ما بتبقاش ملامسه للايه للمجزله، هي بتبقى بتبعد الفورسز بتاعه الايه الاوروفيشال ماسكليتشر. طيب على عكس بقى الجزء اللي انتم شايفينه اللي هو ايه الليبيال ارش اللي انتم شايفينه ده، ده بيمنع بقى الايه الفورورد موفمنت بقى سواء للمجزله او للايه للماندبل. طيب احنا كده هو في التيشو بورن قلنا حاجتين، قلنا الفرانكل ودلوقتي هنقول الايه الفيستيبولار او الاورال سكرين. يعني ايه تيشو بورن؟ يعني دول بيعتمدوا على الايه او سبورتد باي التيشوز. ايه هو الفيستيبولار او الاورال سكرين؟ اعتقد ان انتوا اخدتوه قبل كده في الايتيولوجي اوف مالوكلوجن والهابت بريكنج ابلاينس والكلام ده. ده عباره عن اتس ميد اوف 2 تو 3 سيكنس اكريليك اور ثيرموبلاستيك ماتيريال occupying the vestibule and extending posteriorly to the distal margin of the last erupted molar. زي ما انتم شايفينه في الصوره كده عباره عن ايه 2 3 مللي من شيت اكريل او ثيرموبلاستيك ماتيريال extended to the vestibule and to the ايه distal margin of the last erupted molar. طب بيعمل ايه الجهاز ده؟ The appliance is intended to eliminate an abnormal sucking habit. يبقى كده ممكن يستخدم عندي ك habit breaking appliance لو بيشنت بيعمل sucking، لا يبقى ايه لو عندي abnormal sucking habit لا ممكن استخدمه. او lip dysfunction لو البيشنت بيقعد يعض في اللبس بتاعته، لا ده ممكن يخليه يمنعه ان هو يعض اللبس. يبقى هو habit breaking appliance to establish a competent lip seal بيساعد ان يحصل competency في اللب، and to interrupt contact between tip of the tongue and the lower lip promoting maturation of swallowing pattern. احنا طبعا عارفين النورمال ايه pattern of swallowing ان التو lips عندنا يكون فيهم ايه seal، لكن لو حصل ان التنج التيب بتاعت التنج بتخرج وتلامس اللور ليب في السوالوينج، يعني بيحصل حاجه اسمها ايه؟ ابنورمال سوالوينج او ايه؟ بريزيستنت انفانتايل سوالوينج. يبقى دي لازم تعمل لها هابت بريكنج ابلاينس زي الفيستيبيرال او الاورال سكرين. طيب الاورال سكرين ده ممكن يكون باسيف وممكن يكون ايه؟ اكتف. باسيف يعني نو فورس، اكتف يعني ايه؟ ميك فورس. بس في اورال سكرين بيستخدم في حالات ايه؟ بستخدمه كهابت بريكنج ابلاينس، هو بيتحط بس مش عامل اي فورس على التيس ولا حاجه، زي في حالات السامب سافنج، التنج ثراستنج، الليب بايتنج، اند ماوس بريسنج. بس طبعا قبل ما استخدم في حالات الماوس بريسنج لازم اتاكد ان البيشنت ده احوله لاي ان تي، واتاكد ان عنده النيزل باسج كلير عشان ما يحصلوش ايه؟ اختناق. تمام؟ اكتف اورال سكرين ساعات بيبقى اكتف بيزودوا حته اكريل كده بتعمل ايه؟ بتبقى عامله فورس على الابر انتيريور تيس. امتى بيستخدم؟ يوز فور ريتراكشن اوف بروكلايند ابر انسايزرز اف ذي ار سبيسد اند ذير از ان انكريز ان اوفرجيت. ساعات بيستخدم في علاج حالات الايه بروتروجن في الابر انتيريور تيس، لو البروكلايند تيس ديت في بينها سبيسنج وفي عندي اوفرجيت كويس ان انا اقدر اعمل لها ايه ريتراكشن. It touches only the بروكلايند انسايزرز، بيبقى لامس بس بروكلايند انسايزرز اند از نوت in contact with the teeth in the buccal segment، بيبقى ملامس الانتيريور تيس لكن مش ملامس للتيس في البقل ايه سيجمنت. The pressure of lips and the cheeks which is in contact with the lateral wings of the oral screen will be concentrated on the labial surface of the proclined incisors. كل الفورسز اللي جايه من اللبس والتشيك كده هتتركز على الايه الليبيال سيرفيس اوف ذا بروكلايند انسايزرز، وبالتالي هو هيبقى اكتف ويحاول يعالج لنا ايه مشكله الايه بروكلاينيشن دي ويعمل البروكلاينيشن للابر انسايزرز. طيب يبقى احنا كده قلنا ان الفانكشن ابلاينس في منها ريموفبل وفي منها فيكسي. طيب احنا لو قلناهم كل اللي قلناهم دول كانوا ريموفبل. طيب لو جينا نتكلم ندي اكزامبل للفيكسد فانكشنال ابلاينس، قلنا هديكم مثال واحد اسمه هيربست ابلاينس. يعني ايه فيكسد؟ يعني الابلاينس ده سيمنتد، ما يقدرش البيشنت ان هو يعمل له ايه ريموف، ما يقدرش البيشنت يقلعه لوحده. It is a fixed by jumping appliance. يعني كلمة باي جامبنج يعني بيعمل لي ادفانسمنت للماندبل. باي انتيريور ديسبليسمنت اوف ذا ماندبل. It is reported to produce both skeletal and dental changes in the growing individuals.
بيستخدم برضو طبعا سواء هو fixed او removable. الفانكشن ابلاينس بيستخدم في حالات الجروينج بيشنز. Appliance composed of telescopic mechanism with sliding pin and tube components which keep mandible in protruded position. عامل زي التلسكوب كده. في بين وتيوب داخل طالع بيتحرك ايه؟ بيعمل advancement للماندبل. Indicated for growing patient with skeletal class 2 with retrognathic mandible. يبقى ده الانديكيشن بتاع الابلاينس. يجي لك صوره للابلاينس ده ويسالك عن الانديكيشن بتاعه. ده يبقى انا هستخدمه في patient يكون growing، يكون عنده skeletal class 2، يكون عنده retrognathic mandible. Suitable for children whose cooperation might not be dependable because it is a fixed appliance for 24 hours a day. يعني ايه الكلام ده؟ كل removable appliance function appliance اللي احنا فاتت ديت محتاجه cooperation من البيشنت. لو البيشنت مش متعاون ومش هيلبسها مش هنقدر ناخد منها اي reaction. انما الفيكسد appliance هو الفيكسد function appliance ميزته ان هو ما بيحتاجش no need for the cooperation of the patient. يعني ايه cooperation؟ يعني مش محتاج تعاون من البيشنت، هو ولا هيلبسه ولا هيقلعه، هو خلاص فيكسد، هو تركب له وخلاص. فبالحاله ديت هو بيشتغل 24 hours a day. What is the advantage of functional appliance? Eliminates abnormal perioral muscle function which interfere with normal bone growth. طبعا الكلام ده خلاص انا شرحته وانتوا فاهمينه. هيمنعني الابنورمال فورسز اللي جايه من المصل فبيساعد على النورمال بون جروث. Treatment can be started as early in mixed dentition stage. ميزته ان انا ما استناش بقى ان انا اعمل fixed appliance بعد ما البيشنت ايه يعدي بقى مرحله يدخل في permanent dentition. لا ده انا بعمله في mixed dentition. These appliances don't have any side effects of mechanotherapy such as الميكانوثيرابي مقصود بيها ان هو الايه الفيكسد اورثودونتكس اللي احنا زي ما شرحت لكم المره اللي فاتت، هو البراكتس والحاجات ديت. ده ممكن بيعمل لي انامل ديكالسيفيكيشن وانفلاميشن للجنجفا وروت ريزوربشن. لا الفانكشن ابلاينس ما فيهوش المشاكل ديت. It requires less shear side time with less frequent adjustment. طبعا يعني انا بركبه البيشنت بيمشي على طول، مش بقى زي الفيكسد ابلاينس اللي اقعد اركب فيه وقت طويل وبياخد وقت وزيارات كتير. It is easier to maintain oral hygiene. لو هو ريموفبل بقدر اقلعه وان انا انضفه والبس تاني. It acceptable to many patients because it generally worn at night time. لو هو بيتلبس بس جزء من الوقت يبقى ده في الحاله ديت بيبقى افضل لبعض البيشنت. Frequency of patient visits is less. ما بنحتاجش ايه visits كتيرة في الكلينيك. Economy way delivering care to large number of patients بيبقى more يعني ايه economic than the fixed appliances. Limitations of functional appliances. هل الفانكشن ابلاينس ده بيعالج لي كل حاجة ولا ليه limitations؟ They can be used to correct basal bone and arch relationship and cannot be used for correcting dental malocclusion. لاحظوا ان احنا كلامنا كله ان احنا قلنا ان معظم الافكت بتاع الفانكشن ابلاينس بيكون سكيلتن على البون، ولو عمل شويه دنتال افكت بيبقى بسيط جدا. يعني انا عندي حاله مثلا فيها سبيسنج ولا كراودنج ولا كان، فهو مش هيعالجها لي. It is not useful in managing adult patient where the active growth is completed. لو البيشنت ده عدى مرحله الجروث خلاص ما عادش الفانكشن ابلاينس ينفع يستخدم، فده من الليميتيشنز بتاعته ان هو ما يستخدمش مع الادلتس. It requires a final phase of fixed appliance therapy to achieve the final detailing or final alignment of the tooth position. بعد ما بعمل مرحلة الفانكشن ابلاينس بحتاج لإيه؟ لأنذر فيز أو فاينل فيز أوف فيكسد ابلاينس. يبقى البيشنت ده بيتعالج على مرحلتين أو على تو فيزز، الأول في مرحلة الجروث بيستخدم الفانكشن ابلاينس وبعد كده بيحتاج لفيكسد إيه؟ ابلاينس. The result of treatment is totally dependent on the patient's operation. لو هو فانكشن ابلاينس من النوع اللي موفبل يبقى هو بيعتمد تماما على البيشنت كوبريشن، على تعاون البيشنت. They have a tendency to increase the lower facial height and hence they cannot be used in patients with backward rotating mandible. معظم الفانكشن ابلاينس زي ما احنا قلنا لما بنيجي ناخد البايت ريجستريشن بنفتح البايت شويه عشان ندي فرصه للايه الادفانسمنت اوف ذا مانجول. ففتحه البايت ديت انا كده بعمل ايه؟ بعمل انكريس في اللور فيشال هايت. فده لو بيشنت اصلا عنده باك وورد روتيتنج ماندبول طب ما ده هيزودها عنده، فهو مش ما بيستوعبش مع كل الحالات، لازم حالات معينه. طيب احنا كده خلصنا الفانكشنال ابلاينسز. في نوع تاني من الابلاينسز اسمه اورثوبيديك ابلاينسز. اورثوبيديك بمعنى كده من اسمها كده ان هي بتشتغل برده على الايه؟ البون. بس هنا ما لهاش علاقه بقى بالايه؟ بالماسلز. يعني اللي يفرق الفانكشنال ابلاينس عن الاورثوبيديك ابلاينسز ان الفانكشنال ابلاينسز هي ريليتد للفورسز او للماسلز بقى ايه؟ اوف ماستيكيشن والاوروفيشال ماستيكيشن، انما الاورثوبيديك ابلاينس ما لهاش علاقه خالص بالايه؟ بالماسلز.
orthopedic therapy is aimed at the correction of skeletal imbalance. هما الاثنين متشابهين مع بعض ان هما بيعملوا ايه؟ بيعالجوا مشاكل skeletal. انما كل واحد بيشتغل بطريقه مختلفه عن الثاني. بيعملوا correction of skeletal imbalance with the correction of any dent to alveolar malocclusion being of less important in which little or no tooth movement is desired. دي حاجه برضو مشتركه ما بين الفانكشنال والاورثوبيديك ابلانس ان الاثنين بيشتغلوا اكتر على الايه مشاكل السكيلتال وبيبقى تاثيرهم على التوث موفمنت بيبقى قليل جدا. طيب وات از ذا اورثوبيديك فورس؟ انا عشان اعمل اورثوبيديك فورس واحرك بون بيبقى عندي عشان استخدم الاورثوبيديك ابلاينس لازم يبقى عندي حاجه اسمها اورثوبيديك فورس. فورس محدده هي اللي تعمل لي اورثوبيديك افكت. Definition: An extraoral heavy force. يعني معنى كده من orthopedic force دي هي extraoral heavy force. يعني إحنا دلوقتي بنتكلم عن extraoral appliances. يعني برضو ده فرق ما بين functional appliances والorthopedic appliances. Functional appliances دي intraoral appliances. أما الorthopedic appliances دي extraoral appliances. بتستخدم heavy force. Heavy force which applied to modify bone growth. تعمل في modification في bone growth or change the direction of bone growth. تعمل modification or change the direction of bone growth. It is generally applied by the help of extraoral anchorage. احنا كنا المره اللي فاتت عن الانكرج قلنا ان في intraoral anchorage وفي extraoral anchorage وان extraoral anchorage زي الorthopedic appliances اللي احنا هنتكلم عنها النهارده. This force may be two types. في نوعين من الorthopedic force. First type extraoral force to modify or change the direction of bone growth. هي force جايه extraoral بتعمل modify او change في direction of bone growth. انا عايزه اعمل bone growth. Second type extraoral force for movement of individual teeth. بيقول لك ان بعض يعني ان الاورثوبيديك ابلاينس دي في منها انواع مع force محدده ممكن تستخدم عشان تحرك بعض الايه؟ الاسنان. The treatment results depend upon the following. يبقى انا عشان استخدم orthopedic appliance لازم يكون عندي شويه ايه rules. اول rule عندنا هي the amount of force. كميه الفورس المستخدمه. The orthopedic force is heavier 400 grams when compared to orthodontic force 50 to 100 grams. انتوا اخدتوا قبل كده التوث موفمنت. احنا قلنا عشان نعمل الايديال توث موفمنت ان هي تكون ايه لايت. الفورس تكون ايه لايت من 50 ل 100 جرام. انما عشان اعمل احرك بون لا ده انا محتاجه هيفير فورس توصل ل 400 جرام. هاي فورس ريديوس هايلايزيشن ليدنج تو اندرمايننج ريزوربشن ويتش بريفنت توث موفمنت ذس اونلي اورثوبيديك موفمنت سين. انتوا اخدتوا في التيشو رياكشن ان الهاي فورس ديت بتعمل سايد افكتس. ايه بقى سايد افكتس بتاعتها؟ بتعمل حاجه اسمها هايلايزيشن. يعني ايه هايلايزيشن؟ اللي هي سيلف فري زون. ده بيؤدي لايه؟ ان الريزوربشن عندي اللي يحصل هيحصل عندي حاجه اسمها اندرمايننج ريزوربشن. يعني مش هيحصل نورمال توث موفمنت ودايركت ريزوربشن والكلام ده لا ده بيجهز. ايوه بالعكس انا كل ما بزود الفورس في الاورثو ده بيعمل لي مشاكل وبيعمل حاجه اسمها ايه اندرمايننج ايه ريزوربشن ويتش بريفنت. يعني بدل ما بتسرع التوث موفمنت لا دي بريفنت توث موفمنت. ليه بقى؟ هنا بقى انا بحتاجها ليه؟ انا مش عايز احرك الاسنان اصلا. انا غرضي كله ان انا احرك البون فبعمل فورس قويه قوي تعمل لي هايلايزيشن للتيس ما تحركش التيس بتحرك لي البون بس. فهمتوا بقى يا جماعه الفرق بين لما انا اكون بستخدم عايز اعمل اورثودونتيك فورس او لما اكون عايز اعمل اورثوبيديك فورس. لما انا بعمل اورثوبيديك فورس اورثوبيديك ابلاينز او اكسترا اورال ابلاينز بعمل فورس قويه قوي قوي لدرجه ان هي مش هتحرك السنان. لان احنا قلنا ان الاسنان لما بتتعرض لفورس قويه زياده عن اللزوم بيحصل هايلايزيشن ويحصل اندرمايننج ريزوربشن والسنان ما بتتحركش. طيب another rule for the treatment by orthopedic appliances is the duration of force. مدة الفورس. It is interrupted or intermittent force applied only for about from 10 to 12 hours per day. ال extra oral appliances أو ال orthopedic appliances دول بتلبسوا من 10 ل 12 ساعة في اليوم بس. فنوع الفورس بتاعتهم هي force interrupted أو intermittent force متقطعة. Direction of force. The direction of force application should be such as to maximize the skeletal effect. يبقى انا عايزه لما الدايركشن بتاعي عشان احرك البون انا عايزه الماكسيمم سكيلتال افكت.
الفيفربل سكيتال افكت سين امتى بقى يحصل لي احسن يعني فيفربل سكيتال افكت من الابلاينز؟ When the force is directed posteriorly and severely through the center of resistance of the maxilla. مش كل حاجه ليها center of resistance، زي ما الاسنان ليها center of resistance المجزله برضو ليها center of resistance. لو انا الفورس عدت عندي من الاورثوبيديك ابلاينس للسنتر اوف ريزيستنس اوف ذا ماكسيلا يبقى ده هيديني احسن او افيفربل سكيتال ايه افكت. ايج اوف ذا بيشنت، اورثوبيديك ابلاينسز ار موست افكتد ديورينج ذا ميكسد دنتيشن اند اتس يوزد ان ذا جروس ايه بري بيبورتال جروس باترن. نفس الكلام زي فانكشن ابلاينس. التايم اوف فورس ابلكيشن، انا امتى بقى اعمل الفورس؟ انا عارف ان هو بيستخدم من 10 ل 12 ساعه في اليوم. طب انهي 10 ل 12 ساعه في اليوم؟ هل بتوع الدي ولا النايت؟ There is evidence that increase in the release of growth hormones more during the evening and night and is associated with the sleep onset. يبقى احنا كده الافضل لنا it's advisable for the child to wear the orthopedic appliance in the evening and throughout the night. ليه افضل ان انا استخدم الاورثوبيديك ابلاينس في الايفنينج او في النايت؟ علشان الريليز اوف جروس هرمون. تايبس اوف اورثوبيديك ابلاينس، ايه هي انواع الاورثوبيديك ابلاينسز؟ في ثلاث ايه امثله للاورثوبيديك ابلاينسز. هيد جير، وده ادينا نبذه عنه المره اللي فاتت، والتشين كاب والفيس ماسك. ثلاث حاجات، هيد جير، تشين كاب، فيس ماسك، هنتكلم عن كل واحده فيهم. طيب بشكل عام اي اورثوبيديك ابلاينسز بيكون ليه كومبوننتس. ايه هي الكومبوننتس بتاعته؟ نمبر 1 ذا فورس ديليفرنج يونت، اليونت اللي فيه او الجزء اللي فيه اللي هو هيعمل ايه فورس ديليفرنج للفورس. يعني الصوره دي عندكم ده جهاز اسمه الايه الهيد جير، فانا هحطه لكم كمثال عشان نشوف ايه الكومبوننتس. طب ايه هو الفورس ديليفرنج يونت في الهيد جير؟ هو الفيس بول اللي هو في صوره لوحده كده اللي انتم شايفينه ده، الميتال ده اسمه فيس بول، هو ده الجزء اللي بيعمل لي الفورس. طيب فورس جينيريتنج يونت، مين بقى اللي بيعمل جينيريشن لليونت؟ هو الالاستكس، الاساتك اللي انتم شايفينها ديت على الجناب هي اللي بتشد، هي فهي اللي بتشد بتعمل الفورس. انما مين اللي بيوصل فورس للاسنان او للبون؟ هو الايه الفيس بون. طيب تالت حاجه الانكر يونت، يعني ايه الانكر يونت؟ يعني هو الحاجه اللي بناخد منها الانكرج. يعني ايه هو الانكرج؟ احنا اخدناه المره اللي فاتت، هو الريزيستنس المقاومه، انا بقاوم منين؟ انا بشد، مش لازم في حاجه ثانيه تقاوم معايا اسند عليها. طيب شايفين الهيد كابل على راس البيشن ده الازرق ده؟ ده يعتبر انكر يونت، او ساعات بيبقى الانكر يونت على النك فبيسمى ايه نيك ستراب. طيب اول مثال عندنا في الاورثوبيديك ابلاينسز هو الهيد جير. It is the most common among the orthopedic appliances. هو اللي انتوا شايفينه في الايه في الصوره ده. They are ideally indicated in class 2 malocclusion. يبقى الهيد جير بيستخدم عندنا في حالات ايه؟ في حالات class 2 malocclusion. اي class 2 malocclusion؟ طب انا عندي class 2 malocclusion ده لو هو يعني سكيتال، ممكن يكون عندي maxillary bruxism، ممكن يكون عندي mandibular deficiency. الاثنين حالات class 2 malocclusion، هو يستخدم في انهي فيهم؟ عايزاكم دايما تركزوا قوي في النقطه دي وتقعدوا تفكروا كده مع نفسكم وتحطوا لها ايه تخيل كده وتبقوا عارفينها، عشان لو اتسالتوا فيها في ورقه الاورال او اتسالتوا فيها في البيبر بتاعت البراكتيكال تبقى انتوا فاهمين. لو انا عندي حاله سكيلتال كلاس 2 او سكيلتال كلاس 3 هي مش ثابته، يعني ممكن يكون عندي سكيلتال كلاس 3 سببه ان الماندبول هو اللي فيه بروجنسيزم، عشان كده احنا اخذنا سفيرومتريك اناليسيز بنعرف نحدد المشكله في المجزلة ولا في المندبل عن طريق السفيرومتريك اناليسيز. لو الاس ان بي عندي هي مثلا زايده يبقى الحاله دي كلاس 3 منديبولار بروجنسيزم، تمام؟ طيب طب نفس حاله سكيتال كلاس 3 ده ممكن يكون سببه المندبل نورمال والمجزلة هي اللي ديفيشنت. طيب هل العلاج ده زي ده؟ نفس الكلام هنا عندنا في كلاس 2. طب لو انا عندي حالات كلاس 2 فيها ماكسيلري بروجنسيزم يبقى انا استخدم هيد جير. ده في حاله ايه؟ حاله ان البيشنت يكون لسه في مرحله الايه؟ الجروس. يبقى زي يبقى الهيد جيرز ار ايدلي انديكيتد ان كلاس 2 مال اوكلوجن ويز بيشنت ويز ماكسيلري بروجنسيزم عندهم اكسسيف هوريزونتال جروس اوف ذا ماكسيلا ويز اور وزاوت فيرتيكال تشينجز الونج ويز سام بروتروجن اوف ذا ماكسيلري ديز.
يعني حالات عندها maxillary prognathism مع some ايه protrusion of the maxillary teeth. انا عايزاكم تخلي بالكم من الايه من الترمينولوجي، ودي بتلعب فيها شويه لو انتم مش مركزين ومش مذاكرين كويس. بالنسبه للبون الماكزيلا ومندبول بيتقال عليها ايه؟ بروجناسيزم. انما بالنسبه للتيس بيتقال عليها ايه؟ بروتروجن. فدي ساعات بتلخبطكم في الايه؟ في الام سي كيو. ما ينفعش اجي على تيس اقول ايه التيس دي فيها بروجناسيزم. بروجناسيزم دي حاجه جناسيزم ليها علاقه بالبون. تمام؟ يبقى انا عندي البيشن ده عنده سكيتال كلاس 2 ماكزيلاري بروجناسيزم وعنده سام بروتروجن في ماكزيلاري تيس. لكن عنده الماندبل جود مانديبولار دنتال اند سكيلتال مورفولوجي، لكن الماندبل عنده مظبوط. على عكس الحالات اللي كنا بنستخدم فيها الفانكشنال ابلاينس. الفانكشنال ابلاينس كنت بستخدمه مع حالات سكيلتال كلاس 2 عندهم مانديبولار ايه؟ ديفيشنسي. كنت عايز اعمل ادفانس للماندبل. اللي احنا كنا بنتكلم عليهم من شويه. انما هنا احنا بنتكلم عن حالات كلاس 2 المشكله مش في الماندبل، الماندبل نورمال. امال المشكله فين؟ عندي في المجزله، المجزله هي اللي فيها البروجناسيزم. طيب. They are most affected in the pre-pubertal period. استخدموا في مرحلة الايه؟ pre-pubertal. It can also be used to yes. هل ليه استخدامات تانية؟ اه ليه استخدامات تانية، يعني مش بس بيستخدم ان هو يعمل جروس ايه؟ يعالج المشاكل عندنا ديت بتاعت السكيتال كلاس 2، لا هو ممكن كمان يعمل لي ديستلايزيشن للماكزيلري دنتيشن along with the maxilla، ممكن يعمل لي ديستلايزيشن للماكزيلري دنتيشن، يعملها لي راجعها لي لورا. They are all an important adjunct to gain or maintain anchorage. زي قلناها قبل كده دي في ايه؟ في الانكرج. قلنا ان احنا بعض الانكرج عندنا بتكون عن طريق extra oral appliances. يبقى انا بحرك الاسنان وعايزه امنع مثلا سنه معينه ان هي تتحرك، فانا باخد الريزيستنس بتاعتي منين؟ المقاومه بتاعتي منين؟ عن طريق extra oral appliances زي الايه؟ الهيد جير. يبقى هو ليه ثلاث استخدامات اللي احنا قلناهم دلوقتي. طيب الهيد جير ليها انواع، يا اما سيرفايكال وده بيسموه لو بول هيد جير، يا اما اوكسيبيتال هاي بول هيد جير، او كومباينيشن هيد جير اللي هو سيرفايكال اند اوكسيبيتال. طيب اول نوع عندنا اللي هو السيرفايكال لو بول هيد جير، شايفين الانكورج بتاعها واخدها منين؟ من نيك ستراب، فده بيسموه سيرفايكال low bull head gear. obtain anchorage from the neck. بيعمل ايه بقى؟ بيعمل distal and extrusive movement of the upper molars. انتوا واخدين بالكم ان الفيس بول اللي اتركب ده اللي هو انتوا كنتوا شايفينه ده فيه جزء منه بيبقى ماسك في الالاستيك والنيك ستراب، في جزء منه دخل انترا اورال بيخش في تيوبس موجوده على الايه؟ على المولرز. فهو بيعمل ايه؟ بيعمل distal movement و extrusive movement على المولرز. فلما بيعمل اكستروجن للمولرز بيؤدي لانكريز في اللور فيشال هايت. طب في الحاله دي هو انديكيتد في حالات ايه؟ في حالات كلاس 2 ديب بايت كيسز. تمام؟ يبقى انا عندي لو انا عندي صوره زي اللي انتم شايفينها ده، دي صوره ايه؟ ده سيرفايكال او لوبول هيد جير. طيب لوبول هيد جير ده بيستخدم في حالات ايه؟ بيستخدم اولا لازم يكون في مرحلة growing patient أو pre pubertal growth period. طيب حالات إيه؟ حالات تكون skeletal class 2. طيب أنهي حالات في skeletal class 2؟ هل اللي عندها mandibular deficiency ولا maxillary prognathism؟ لا بيستخدم مع حالات ال maxillary prognathism. طيب طب أنا ممكن أستخدم، أنا قلت في low bull وفي high bull head gear وفي combination gear، إشمعنى هنا استخدمت low bull؟ لو البيشن ده عنده deep bite يبقى انا محتاجه شويه ايه؟ مش بس اعمل ديستلايزيشن للديس واعمل اتراكشن للمجزلة، لا انا كمان محتاجه شويه اكستروجن للمولر. فكل ما اعمل اكستروجن للمولر ده انا كده زودت الفيشال هايت، يبقى انا كده عالجت الايه؟ الديب بايت. طيب نيجي تاني نوع من الايه؟ من الهيد جير، هو الاوكسيبيتال او الهاي بول هيد جير. طب هنا بياخد الانكلوج بتاعته منين؟ اللي فات اللي هو اللو بول قلنا بياخد الانكلوج بتاعته من النيك ستراب. طب هنا الاوكسيبيتال او الهاي بول هيد جير بياخد الانكرج بتاعته منين؟ فروم ذا اوكسيبيتال ريجون. الجزء اللي انتم شايفينه ده عند الهيد اسمها اوكسيبيتال بون او اوكسيبيتال ايه؟ ريجون. طب بيعمل لي ايه؟ الاكشن بتاعه بروديوس ديستال، احنا كل ده احنا عايزين نعمل ديستاليزيشن اند انتروزيف فورس، العكس يعني التاني كان بيعمل ديستاليزيشن لكن بيعمل معاها اكستروزيف فورس.
الاكستروجن او انتروجن بتتحدد حسب ايه؟ حسب الدايركشن اوف فورس. انا هنا بشد لفوق يبقى طبيعي ان المولرز هيحصل لها انتروجن. في السيرفايكال هيد جير انا بعمل لو بول بشد لتحت طبيعي ان انا المولرز ديت الابر 6 دول هيحصل لهم ايه؟ اكستروجن. ونفس الكلام بقى هنا ايه؟ هتطبقوه بس بالعكس يبقى هنا يحصل عندي انتروجن للابر مولرز ده بيؤدي ان هو بيعمل ديكريز في اللور فيشيال هايت على عكس هناك اللو بول كان بيعمل لي انكريز في الفيشيال هايت. تتوقعوا هنا يستخدم مع حالات ايه؟ هناك هو كان بيزود الفيشيال هايت فبيعالج لي حالات الديب بايت، انما هنا هو بيستخدم مع حالات الايه؟ اللونج فيس بيشنتس او الاوبن بايت كيس. طيب الكومباينيشن هيد جير شايفين بقى ده الابلاينس ده او الهيد جير ده في حاجتين، في النيك ستراب وفي الهيد ستراب. فده بيعمل لنا ايه بقى الاكشن بتاعه بيعمل ايه؟ اولا الانكريج بيكون سيرفايكال اند اوكسيبيتال انكريج ار كومباين يتقلاو ديستال فورس ستريت ثرو ذا سنتر اوف ريزيستنس. شايفين السهم الاحمر ده؟ ان هو فيه فورس لفوق فورس لتحت. الريزلتنت فورس بتاعتهم هو السهم الاحمر اللي في النص ده. فده بيؤدي ان هو بيعمل ديستاليزيشن مع ستريت الموفمنت بتاعته بتبقى ايه؟ ستريت. لان هو الفورس عدت في السنتر اوف ريزيستنس بتاعت الايه؟ الكيس. يبقى احنا قلنا الاورثوبيديك ابلاينسز ثلاثه. اولهم الهيد جير. خلصناه. في نوعين تانيين فيس ماسك وايه؟ وتشين كاب. ودول اخر حاجه هنقولها دلوقتي. طيب الفيس ماسك ده هو العكس بتاع الهيد جير. او بيسموه ريفرسيبول هيد جير. دي اسم تاني او بروتراكشن هيد جير. خلي بالكوا احنا الهيد جير كنا بنستخدمه مع حالات المنزله بروجناسيزم فبنعمل بيه ايه؟ نعمل بيه ريتراكشن للمجزله. هنا بقى العكس الفيس ماسك ده بيعمل بروتراكشن للمجزله. تتوقعوا ده بيستخدم مع حالات ايه؟ ايه يا جماعه صحصحوا كده حد يرد عليا. لو قلنا ان ده عكس الهيد جير. الهيد جير كان بيعمل ريتراكشن للمجزله. ده هيعمل لي بروتراكشن للمجزله. ده بيستخدم مع حالات ايه؟ ها؟ حد يرد يا جماعه. بيستخدم مع حالات ايه؟ كلاس كام طيب؟ مكتوبه قدامكم يعني. ها؟ محمود بيستخدم مع حالات ايه؟ مكتوب عندكم طبعا بيستخدم مع حالات كلاس 3. طب اي حالات من كلاس 3؟ لا طبعا حالات كلاس 3 اللي فيها ماكسيلري ديفيشنسي. حالات كلاس 3 اللي فيها ماكسيلري ديفيشنسي. اكسترا اورال ابلاينس ذات يوتلايز ريست اون ذا تشين اند فور هيد. هنا واخد الانكرج زي ما انتم شايفين واخدها من التشين ومن فور هيد از انكرج فور الاستيك تراكشن. ده المكان اللي احنا بناخد منه الانكرج عشان نعمل الاستيك تراكشن نبتدي نشد ويز ذا بيربس اوف اورثوبيديكلي بروتراكتنج زي ماكزيلا. عايزين نعمل بروتراكشن للماكزيلا. This maxillary protraction is performed as an early treatment to modify as an early treatment modality in class 3 malocclusion associated with maxillary hypoplasia. The face mask also can be used as orthodontic appliance to provide extra oral anchorage for protection of posterior teeth. يبقى هو ليه عده استخدامات. من ضمن استخداماته كمان هو انكوريج. تالت حاجه يوجوال سايد افكتس اوف فيس ماسك تريتمنت انكلود. كل حاجه بيبقى ليها اي استخدامات هيكون اكيد ليها بعض السايد افكتس. هيعمل لي شويه الونجيشن اوف ذا فيس. ازاي؟ لان هو يعمل لي اكستروجن للتيس تو ويتش ذا الاستيك تراكشن از ابلايد. لو انتوا تلاحظوا كده في الصوره في عندنا الاستيك جاي من الابلاينس اكسترا اورال وداخل انترا اورال. ففي الحاله ديت هو ممكن ايه؟ يعمل لي شويه اكستروجن للايه؟ للتيس. ويعمل لي some proclination of maxillary incisors when the traction is applied to the maxilla. يبقى دي بعض السايد افكتس. احنا طبعا احنا عشان نشد المجزله طبعا دي ده ليه برضه شويه سايد افكتس على الايه؟ التيس. ممكن يعمل لها شويه proclination، ممكن يعمل شويه اكستروجن.
طيب اخر حاجه هي الاورثوبيدك التشين كاب. احنا قلنا الاورثوبيدك ابلاينسز هيد جير وفيس ماسك اللي هو الريفرس هيد جير. تالت حاجه اللي هو التشين كاب. تشين كاب از ان اكسترا اورال اورثوبيدك ديفايس ويتش از يوزفول ان ذا تريتمنت. ايه بيستخدم في حالات ايه؟ هنا عندنا التشين كاب بيستخدم برضو في حالات كلاس 3 زي الفيس ماسك. احنا عندنا اتنين اورثوبيدك ابلاينسز بيستخدموا في حالات كلاس 3، هو الفيس ماسك والتشين كاب، بس الاثنين اليوزز بتاعتهم مختلفه. احنا قلنا ان الفيس ماسك بيستخدم في حالات كلاس 3 لو في ايه ماكسيلري ديفيشنسي، اما التشين كاب هو بيستخدم في حالات كلاس 3 مانديبولار بروجنسيز. It is used in the treatment of class 3 malocclusion that occur due to protrusive mandible but relatively normal maxilla. هنا العكس النورمال المجزلة والمندبل هو اللي ايه بروتوز. Chin cap therapy retard or redirect the growth of the mandible in order to obtain a better anterior posterior relation between the two jaws. يبقى ايه هو الاكشن بتاع التشين كاب هنا؟ هو بيعمل لي يا اما بيمنعني بيعمل لي ريتارد يعني بيمنع الجروس بتاع المندبل، عايزاه بقى يبطل الجروس عشان ما يزيدش البروجنوسيس، او بيعمل لي ري دايركشن للجروس باتجاه الايه؟ الجروس حسب النوع بتاعه. What is the philosophy of chain therapy? Mandible grow by a position of bone at the condyle and along its free posterior border. Condyle growth is largely a response to the translation of surrounding tissue. طيب احنا عارفين ان المندبل بينمو ازاي؟ عن طريق بيعمل شويه opposition للبون عند الكوندايل وعند الايه؟ along its free posterior border. تمام؟ التشين ثيرابي بيعمل ايه؟ التشين ثيرابي offers a more optimistic view of the possibilities for growth restraint of the mandible. بيعمل retardation او restrain the growth of the mandible. بيمنع لي الجروث ده. طيب التشين كاب هاف ا ماجنيتيود اوف فورس. موست اوثر ريكومندد ا فورس اوف 300 تو 600 جرام بير سايد. احنا اتفقنا ان كل الاورثوبيدك ابلاينسز لازم تكون هيفي فورس عشان احنا نحرك بون ما نحركش ايه؟ تيس. Initially a lower force level about 150 grams may be advised for the patient to get used to the appliances. Duration of wear بيستخدم فتره قد ايه؟ A maximum of 12 to 14 hours per day of chain cap wear is recommended at evening night due to releasing of growth hormone. نفس الكلام بتاع الايه؟ الفيس ماسك. احنا قلنا ان هو بيستخدم من 12 ل 14 ساعة في اليوم، ويفضل ان هو يستخدم ايه؟ بالليل عشان ايه؟ الجروث هرمون، releasing of growth hormone. Effects of chain cap. ايه التأثيرات بتاعت الشين كاب؟ انا بعمل redirection للمانديبولار جروس in a downward and backward direction. Remodeling of the mandible and decrease in the mandibular plane angle and gonial angle. دي كلها تأثيرات اللي بتحصل من تركيب التشين كاب. بيعمل lingual tipping of the lower incisors. بيعمل improvement of skeletal soft tissue profile. طبعا انا اي حاجه بحركها في البون او بصلحها في البون اكيد ده هينطبق هيعمل لي النتيجه في السوفت تيشو بروفايل. ايه هي انواع التشين كاب؟ في منه نوعين، اوكسيبيتال بول وفيرتيكال بول. اوكسيبيتال بول زي ما انتم كده شايفين في الرسمه الانكروج بتاعتها من الايه؟ الاوكسيبيتال ريجون. طيب ده بيستخدم في حالات ايه؟ احنا اتفقنا ان التشين كاب بيستخدم في حالات الايه؟ كلاس 3 with mild to moderate prognosis who can bring their incisors in edge to edge position at centric relation. طبعا برضو لازم يكون البيشنت في مرحله الايه؟ الجروس عشان يجيب الايفكت اللي احنا ايه عايزينه. Patient with short anterior facial height benefit from this type of chain cap. This is a more commonly used تشين كاب. يبقى الاوكسيبيتال بول ده هو اكتر نوع بيستخدم وبيستفيد منه اكتر ان البيشنت اللي عندهم شورت انتيرير فيشال هايت. طيب اخر حاجه عندنا هو النوع الفيرتيكال بول تشين كاب. فيرتيكال بول تشين كاب
The chain cap drives anchorage from the parietal region. لا هنا أخذ الأنكروج من مكان إيه؟ تاني من البرايتال ريجون. It is indicated in high angle cases or long faces patient as it helps to close the angle of the mandible and increase the posterior facial height. يبقى إحنا كده عندنا نوعين من التشين كاب، عندنا أوكسيبيتال بول and vertical بول. غالبا الـ vertical bull ده بيستخدم مع حالات الـ high angle cases أو long face patients، أو بمعنى أصح بيستخدم ساعات مع حالات الـ open bite، بيستخدم في حالات الـ open bite. يبقى هو هنا مش شرط إن الـ chin cap بيستخدم مع حالات الـ class 3 بس، لأ في نوع من أنواع الـ chin cap اللي هو الـ vertical bull بيستخدم مع حالات الـ high angle cases أو long face patients أو الـ open bite cases. إن هو بيعمل لي كلوز للإيه؟ للأنجل أو زمان دول وبيزود لي البوستيريو فيشال هايت. خلي بالكوا في حاجة اسمها بوستيريو فيشال هايت وفي حاجة اسمها أنتيريو فيشال هايت. هو كده بإيه؟ بيقلل لي الأنتيريو فيشال هايت ويزود لي الإيه؟ البوستيريو فيشال هايت، فبيقفل لي الأوبن إيه؟ بايت. يا جماعة.